مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم. كنتواجدوا في شارع إدريس الحارسي. الصورة اللي أمامكم هو الاحتجاج سائقي سيارة الأجرة الحجم كبير طاكسيات البيضين. شنو واقع؟ هو أن في هذا الشارع اللي أمامكم، هذا الشارع إدريس الحارسي، كاين إشارة ديال المنع. الصورة أمامكم، وكذلك في شارع العقيد العلام. المهم كيف قلت لكم بان هناك اشارات ديال المنع. دابا اللي واقع هو ان الطاكسيات كانت عندهم واحد المحطه، تم ازالتها من بعد الاشغال ديال التراموي. السبب ديال الوقفه هو المخالفات اللي عمروا البوليس، وما عندكمش محطه هنايا. لا، اولا حنا قبل ما يبدا الاشغال درنا رساله للسيد العامل على اساس اننا راه حنا عندنا واحد المحطه قاره هنايا قبل ما يبداو الاشغال. ملي بداو الاشغال حيدوا لنا هذيك الباكه ديال المحطه. درنا رساله وهي مضمونه وغنوريها لكم الاخوان. عامين هذه قلنا لهم بعد ما تم تسليم الاشغال ردوا لنا المحطه ديالنا. لا خليكم معنا شوفوا كيفاش غادي يديروا لنا هذه المحطه. وتحياتي السلامي. القول ديالهم، القول ديالهم اللي وعدونا به باننا احنا ما عندناش مشكل هنا. علاش؟ لان ما كاينش يعني ما كاينش عقلات السير ولا كنت فاجئوا جابوا هذا البريك ديال الملح. قالنا راه حنا من بعد غادي نسوي الوضعيه ديال الاخوان. اليوم تكنتفاجئ انهم كيتقيدوا لهم المخالفات. علاش؟ حنا البوليس ما قالوا لينا والو، ما عندكم بلاكه ديال المنع. وحنا سابقين هذا الشيء، والرساله راه واصله اليوم. ودرنا من بعد هذيك الشهر درنا اللقاء، درنا رساله طلب اللقاء مع السيد العامل. هما عندنا دابا، ولكن هاد الناس اليوم تكنتفاجئوا بانهم كيجيو بنفس المكان اللي غادي نقاطعك اوسط. دابا ملي كتشوف اشاره ديال المنع، دابا نتوما واش ما دافعتوش على محطه جديده؟ لان الواقع راه حاجه والكلام حاجه. انا ملي كيكون التراموي طريق مضيقه يستحيل. قبل واش ما عطاكمش شي محطه اخرى، شي يعوضوكم بمحطه اخرى، شي بلاصه اخرى؟ شوفي شحال هاد راه عاقل عليها، كانت هنا وكانت هنا. دابا كنقولوا من بعد اشغال ديال التراموي المحطه عندنا كانت، وحنا درنا لهم هذاك الاشعار قبل ما يبداو يصوبوا، لان المحطه كانت راه عندهم اتساع فين غيديروا لنا، ما كان فين غنوقفوا. لكن هما تعمدوا باش يديروا لنا هذا الشيء، وتعمدوا باش انهم يجريوا علينا من هنا. هذا هو، هذا هو الواقع. ما عطاكم حتى شي محطه، قال لكم البديل ولا البديل فين؟ يدخلوا التروطوار ويديروا البنادم في البلاصه. راه هو داك الشيء ملي كنقولوا تراموي تراك كامل، راه مقدار الحريزي تاهي ضيقوها بزاف. شارع الشجر تا هو هادو كاملين في الاخر ما بقات عندهم لا محطه لا حتى شي حاجه. ملي جابوا التراموي، ماشي الترامواي ولا ضد شي حاجه ولا حنا مع مصلحه ديال البلاد، ولكن حنا كمهنيين كمجتمع دراسي حنا الاخوان راهم خدامين، راه خاصهم اللي حيدوا لهم من المكان ديالهم يحاولوا يشوفوا لهم المكان كيفاش غادي. دابا هذا هو السؤال اللي عطيتك، واش ملي حيدوكم من هنا من الاول
واش حاولوا انهم يعطيكم محطه اخرى ولا شي نقطه اخرى توقفوا فيها؟ ولا عطاونا شي محطه ولا صوروا لينا في المحطه، حنا كنطالبوا بنفس المحطه ديالنا اللي جراونا. علاش؟ لان حنا شنو طاكسي؟ طاكسي هو كيحمل الزبون باش كيوصلوا للسوق. ملي غادي انا مثلا يشد لي انا ما يحطليش لي ما يحطليش انا بعيد المكان ويصيفطني انا الفوق، واش غادي يجيب من فوق؟ سمعت هاد القضيه عطاكم ربما في عبقاد الصحراء ولا؟ واش انا عبقاد الصحراء؟ واش انا كندير عبقاد الصحراوي خاوي؟ اش غندهز؟ سير انا تمام صاحبي باين سمعتي. والمساله هي هذه، هما دابا ملي داروا لنا بلاكات الملح حنا بنينا على هذا الشيء، قال لك هذو مؤقته على اساس اننا نصبوا لكم المحطه لانكم ما كنتوش عرقان فيه. دابا كتفاجئوا انهم كيعطيو الناس مخالفات، هاد الناس اللي بغاو يجيو علينا كيحرقونا، انا ما عنديش فين نمشي، راه كل واحد 30 عام 40 عام 25 عام. وهذا هو دابا شنو الحل؟ شنو الحل عندكم؟ هذه الرساله هذه شي هاهي ها انت الاخوان سمعتي، هذه الرساله سمعتي ها هي 2022 مدة عامين على هاد البلاكارت اللي باقي الله بدات الاشغال. دابا كان الرفض ديالهم شنو الحل ديالكم انتم؟ شنو الكلام اللي كتقولوا؟ فين غادي تمشيو؟ شنو خاصكم ديروا؟ لا كنتمناو انه ما يكونش الرفض ويكون الحوار جاد ويفاو معنا بالعود وكاينين بالرئيس كاينين بالاتساع حنا يعطيونا العقل. هذا هو اللي كان وهذه الرساله سعد عامين من بعد ديال العام ديال الشهر صيفطنا ليه باش نجيو لقاء معاه. وهاد الناس هادو راه موفاش الاول ديالنا موفاش علينا، حنا راه ما عندناش فين نمشيو، وهذا هو المكان اللي كنعيشو منه، وهذا هو المكان اللي غنلقاو فيه، وهذا هو المكان اللي غنبقاو نلاقو فيه.